بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. انجيل هذا الصباح من انجيل معلمنا لوقا اصحاح 5 من العدد 27 للعدد 39، وهو بيكلم عن دعوه لاوي متى. لاوي متى القصة دي اتكررت في ثلاث اناجيل، متى ومرقس ولوقا. مرقس الرسول ولوقا الرسول ما قالوش ان اسمه متى، لكن القديس متى ذكر ان اسمه متى، لان هو القصة دي حصلت معه هو شخصيا. لاوي متى هو القديس متى الرسول، واللي كتب لنا انجيل القديس متى. الدارسين للكتاب المقدس بعضهم قال انه لاوي كان جزء من اسمه، لكن ده كان اللقب بتاعه انه لاوي واسمه متى. يعني مثلا زي ما نقول ايه، أبونا مرقس. أبونا مرقس ده كده قدام الناس بقى اسمه أبونا مرقس، أبونا دانيال. لكن في الحقيقة أبونا ده لقب والاسم مرقس أو دانيال. أو مثلا نقول الشماس جرجس، فالشماس ده لقب وجرجس ده الاسم. فلاوي متى، لاوي لقب ومتى الاسم. ده بعض الدارسين بيقولوا كده، وبيقولوا انه كان احد اللاويين. انتوا عارفين في العهد القديم ربنا اختار سبط لاوي وقال ان ملهوش اي نصيب في ميراث الارض، ولكن نصيبه هو ربنا، وسبط لاوي يخصص لخدمة الهيكل. واخد من سبط لاوي بيت هارون واولاده عشان يبقى هم كهنة، وباقي السبط أو باقي اللاويين يبقوا لاويين. لاويين يعني شمامسة في كنيسة العهد القديم. فمتى هو أحد اللاويين. في أيام السيد المسيح كانت الأمور في الهيكل، في هيكل العهد القديم أو تقدر تقول في كنيسة العهد القديم، ما كانتش مظبوطة، كان فيها حاجات كتيرة مش صح. ومن ضمن الحاجات اللي مش مظبوطة إنه الكهنة كانوا من الصدوقيين، وكانوا بيعاملوا اللاويين معاملة وحشة. يعني كده بتعبير النهاردة كده يقول لك أبونا بتاع الكنيسة مش مريح الشمامسة، مش مريح الشمامسة. طبعا مش عندنا يعني، أنا أقصد يعني مثلا يعني. فالكهنة بتوع الهيكل ما كانوش مريحين اللاويين، واعتبروهم أقل منهم، لدرجة إن في لاويين كتار طفشوا من الهيكل، يعني طفشوا من الكنيسة بتاعت زمان، وراحوا بدل ما هم مكرسين لخدمة الله في الهيكل، فراحوا يدوروا على بعض الأشغال علشان يعرفوا يعيشوا. ما هو اللاويين ما كانش ليهم نصيب في الميراث، ولا ليهم أرض يزرعوها، ولا ليهم أي حاجة، فعايزين يعيشوا. يعيشوا إزاي؟ فمن ضمن هؤلاء اللاويين اللي طفشوا في الوقت ده كان لاوي متى. لاوي متى فراح لاوي متى يدور على شغلانة، فلقى شغلانة مع الرومان انه اشتغل محصل ضرائب. هو الحياة الدارسين انه هو بيقول له كان بيحصل ضرائب على التجارة، يعني بتوع جمارك، يعني
يدفع الناس جمارك أو ضرائب جمركية على الحاجات اللي داخلة والحاجات اللي طالعة. فبالنسبة لليهود زي عادة كده يعتبروا مأمور الضرائب ولا محصل الضرائب عدو ليهم أو عدو للأمة، وكانوا بينبذوهم. فمن ضمن المنبوذين أو المكروهين أو المعتبرين أنهم خطاة هو متى، لاوي متى. وتعرفوا مين كمان في الكتاب المقدس كان في نفس الحكاية؟ ها، زكا. زكا برضو كان عشار. زكا كان عشار. ولكن هؤلاء المنبوذين أو المطرودين أو الخطاة في عرف الناس أو المجتمع، كان ربنا شايف فيهم حاجات حلوة خالص. يعني لما ترجع لقصة زكا تستغرب، وما ترجع لقصة دعوة متى برضو تستغرب. النهاردة المزمور بيقول إيه؟ تعترف السماوات بعجائبك يا رب، وبحقك في كنيسة القديسين. طوبى للشعب الذي يعرف التهليل، وبنور وجهك يسلكون. فبيقول تعترف السماوات بعجائبك. أنا بعتبر إن دعوة متى دي أعجوبة. أعجوبة دي ما تقلش عن أي معجزة من المعجزات، لأن المعجزات اللي احنا عارفينها، أول حد ميت من الموت، يشفي حد من المرض الجسدي، يفتح عينين عميان، كلها معجزات بتدور حوالين صحة الجسد وإقامة الجسد. ولكن في بعض المعجزات كانت مصاحبة لأمور روحية، غفران الخطايا، زي ما قال للمفلوك قم وامشي وقال لهم عشان تعرفوا ان ابن الانسان سلطان على مغفرة الخطايا. قال للمفلوك قم وامشي، والمفلوك بتاع 38 سنة قال له لا تعد تخطئ لألا يكون لك أشر. فبرضه كان مصاحب للمعجزة الجسدية عمل روحي أو معجزة روحية هي غفران الخطية. ولكن المعجزة في دعوة متى أو الأعجوبة في دعوة متى هي أعجوبة روحية عجيبة جدا تصل إلى حد السماوات. يقول بعجائبك، السماوات بعجائبك، تعترف السماوات بعجائبك يا رب. ليه بقى؟ برضو أرجع للفكر بتاع العهد القديم. الأسفار العبرية كانت بتقدم الله بطريقة عشان الناس تفهمه، بطريقة فيها بعض التعبيرات البشرية. يعني إيه؟ يعني أقول لك مثلا حزن الله، هو الله بيحزن؟ يقول لك مثلا السماوات كرسي الله والأرض موطئ قدميه. يعني هو ربنا قاعد على كرسي والأرض، وهو ليه رجلين ماشي بيها على الأرض. فالأسفار العبرية قدمت الله بطريقة فيها أوصاف بشرية علشان الناس تفهمه يعني. لكن هو طبعا الله روح، ما تقدرش تقول ان الله ليه عينين زي عينيا، ما تقدرش تقول ان له ايدين زي ايديا، ليه رجلين زي رجليا، ما تقدرش تقول كده. ما تقدرش تقول ان ربنا غضب وحزن وفرح بالمشاعر بتاعتنا بنفس الطريقه بتاعتنا. يعني لما ربنا بيحزن هو بيحزن زي كده ما انا بحزن، ولا بيفرح زي ما انا بفرح؟ اكيد ده حاجه مختلفه تماما يعني. فلان الاسفار العبريه قدمت الله بهذه الصوره، فجاه
جماعة اسمهم الربيين أو الربايس، جماعة اسمهم الربيين لما حاولوا يترجموا الأسفار العبرية من اللغة العبرية الأصلية إلى اللغة الآرامية، معلش حتى كده يعني يمكن جديد على ذهنكم شوية بس يعني حاولوا تفهموها، لأن هو بعد السبي بقى عامة الشعب بيتكلم أرامي مش بيتكلم عبري، عامة الشعب بيتكلم باللغة الأرامية، وسيد المسيح على فكرة كان بيتكلم أرامي ما كانش بيتكلم بالعبري، يعني لما يقول مثلا إلوي إلوي لما سبقتني دي كانت أرامية، ويمكن تشوفتوها على فيلم بتاع باشن اوف كرايست ألام المسيح. فعشان يترجموا الأسفار العبرية إلى اللغة الآرامية عملوا ترجمات ترجمات تفسيرية بيسموها الترجومز، ترجوم يعني ترجمة. فمن ضمن هذه الترجمات في ترجمات كتيرة قوي أرامية، يعني مثلا ترجم اسمه ترجم أنكلوس، ترجم اسمه ترجم نيوفيتي، موضوع كبير خالص لما تقرأ الترجم دي تستغرب قوي. وهم بيترجموا قالوا احنا عايزين نغير كل الحاجات اللي وردت في الأسفار العبرية إلى لغة ما تقدمش ربنا بصورة بشرية. يعني ايه؟ يعني عايز يخلي ربنا ده زي فكر الاسلام حاليا اللي يقولك الله سبحانه وتعالى يعني حاجة ما لناش دعوة بيه يعني. فغيروا حاجات كتيرة او ترجموا حاجات كتيرة واستخدموا كلمة ممرة في كل مناسبة كان فيها الله يبدو انه زي الانسان، يعني مثلا يقول لك حزن الله في قلبه، فبدل ما يقول لك حزن الله في قلبه يقول لك حزن الله في كلمته، في كلمته، او خلى الحزن يتنسب لكلمة الله. فتفكيرهم عن الله ده عجيب قوي، لان نفس الاسفار العبرية بتقول عن الله ان السماء غير طاهرة في عينيه وينسب لملائكته حماقة. فالله في جوهره وفي روحه وفي لاهوته حاجة عظيمة جدا مش ممكن أبدا يقرب من الإنسان. فده الفكر بتاع الربيين اللي عملوا الترجومز، حاولوا يقدموا ربنا بصورة منفصلة تماما عن الله، وإذا كان في أي منفصلة تماما عن البشر، وإذا كان في أي تعامل مع البشر راحوا ضافوا كلمة ممرة اللي هي زي لوجوس في اليوناني وزي الكلمة في العربي، علشان يبعدوا ربنا عن التعامل المباشر عن مع الإنسان. متى لاوي، ولاوي كان من ضمن أعمالهم هو الأسفار المقدسة. ولاوي متى في أيام المسيح بالتأكيد كان بيتكلم أرامي، كان يعرف عبري لأنه من الهيكل أصلا، ويتكلم أرامي لأنه من عامة الشعب ومحصل ضرائب فلازم يتكلم بلغة الشعب. فمتى كان عايش في متاهة، هو ربنا ده منفصل عن الإنسان ولا ربنا ده قريب قوي للإنسان؟ متى قعد يقرأ في العهد القديم، حتى دون الحكاية دي في الإنجيل بتاعه وقال كي يتم قيل في أشعياء النبي هل عذراء تحبل وتلد ابن يدعى اسمه عمانوئيل الله معنا. ومتى بقى محتار، هو احنا هنصدق
الأصفار العبرية زي ما كانت وبتتقال إن الله قريب من البشر، ولا هنصدق الربيين اللي حاولوا يفصلوا الله عن الإنسان علشان ما يقربش خالص من الإنسان. وبعدين فوجئ متى إن اللي عملوه الربيين ده كانت حاجة عجيبة قوي، كأنها كانت نبوة دون أن يدروا إن الله فعلاً هيجي ويصير إنسان. إن الله هيجي يصير إنسان، الكلمة صار جسداً، الممرة اللي قالوها في الأرامي صار جسد، اللوغوس صار جسد. فالمعجزة أو الأعجوبة في دعوة متى اللي أنا بقول لك عليها، أنا كل المقدمة دي بقولها لك عشان تحس بالأعجوبة دي. الأعجوبة بتاع دعوة متى مش إن السيد المسيح دعا واحد قال له تعالى اتبعني وتعالى ومشي وراه، ترك كل وتابعه ومشي، دي بس. لكن معجزة أصلا إزاي أن الله القدوس الممجد اللي السماء غير نقية في عينيه وينسب لملائكته حماقة، إزاي أن الله هذا يظهر في شكل إنسان هو الرب يسوع المسيح ويدعو إنسان علشان يمشي وراه، ومش بس يمشي وراه، ده علشان يتعشى معاه ويعمل له وليمة وناكل سوا. ده كان اندهاش متى، عشان كده تلاقي في انجيل القديس متى انه كل ما بيتكلم يقول لك لكي يتم ما قيل بالنبي. يعني يا جماعه رجعوا لاقوال الانبياء، الله بقى قريب لينا، الله مش بس قريب لينا، الله بقى فستينا، يدعو اسمه عمانوئيل الله معنا. وعايز يقول للناس تعرفوا انا هو متى الوحيد اللي قال ان لاوي ده اسمه متى، هو متى نفسه قال يا جماعه الحكايه دي معايا. وانا اختبرت الاعجوبه دي ان الله صانع السماوات والارض، ان الله الممجد، ان الله العالي، ان الله اللي كان لما ينزل على الجبل الجبل يدخن، ان الله نفسه انا شفته في المسيح يسوع، وانا مشيت وراه وانا عزمته عندي في البيت وهو كلمني وأكلنا مع بعض وتعشينا مع بعض. إيه رأيكم في العجوبة دي؟ إيه رأيكم في العجوبة دي؟ تخيل كده، تخيل كده لو نملة راحت للنمل في العش بتاعها وقالت لهم تعرفوا أبونا فلان؟ يقولوا له أبونا فلان؟ إيه أبونا فلان؟ كبير ده، الضخم ده. طبعا ابونا فلان او اي انسان بالنسبه للنمله ده حاجه لا نهائيه، يعني كبير قوي، ضخم قوي. والنمله لما تحب تشوف حاجه من الانسان مش هتشوفها الا حته صغيره منه، لكن لما تروح النمله تقول للنمل ابونا فلان ولا فلان، ده فضل يظهر 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 وبقى زي كده بالظبط كانه نمله زيي، ومشيت وراه وتعشينا سوا وكنا سوا. مع الفرق الكبير في النسبة بين الله والإنسان وبين الإنسان والنملة. فهي دي الأعجوبة، الأعجوبة إزاي أن الله مالئ الكل، اللي روحه في كل مكان، الله الممجد، الله الروح، الله القدوس، الله الطاهر النقي، قدوس القديسين، إزاي أن هو يخلي نفسه عشان يظهر في إنسان، وعلشان الإنسان والإنسان يسوع المسيح في نظر الناس يروح يأكل مع إنسان تاني ويدعى إنسان تاني على تبعيته. هي دي الأعجوبة أصلا، هي دي الأعجوبة بتاعت دعوة متى. العجوبة بقى يا أحبائي ما كانتش عجوبة دعوة متى بس، لكن عجوبة دعوة كثيرين. يعني لما راح ليعقوب ويوحنا وقالوا
تعالى اتبعني، راح سايب كل شيء ومشي وتابعه. عجوبة على مر التاريخ ان الله في كل يوم وفي كل وقت وفي كل ساعة بيصرخ في قلب الانسان وفي ضمير الانسان وبيقول له اتبعني اتبعني. هل تقدر انت دلوقتي؟ ربنا يديك نعمة وتقدري انت دلوقتي، ربنا يديك نعمة وينفتح اذن قلبك الروحية وتسمع صوته بيقول لك اتبعني اتبعني. الرب يسوع بيقول لك النهاردة اتبعني اتبعني. انت فين؟ انت قاعد في مكان الجباية، انت قاعد في مكان الخطية، انت قاعد في مكان ايه؟ مكان الشهوة، انت قاعد في مكان المشغوليات، انت قاعد في مكان الهموم بتاعت العالم، انت قاعد فين؟ اتبعني، تعال اتبعني. النهاردة الله بيدعوك مع دعوة متى، يقولك اتبعني اتبعني، تعالالي امشي ورايا امشي ورايا، احفظ كلامي، عيش حسب كلامي. واتبعني دي ما كانتش مجرد واحد مشي ورا واحد، يعني القصة بدأت بالدعوة اتبعني ولكن انتهت او كملت بالاتحاد العجيب. لأن متى لما قال في بدايات إنجيله قصة دعوته، لما قال له اتبعني، متى جه قبل آخر إنجيل وقال ده حصل معايا حاجة تانية غير كده خالص وأكتر من كده. إيه يا متى اللي حصل؟ قال هو قال لي اتبعني وأنا مشيت وراه واتعلمت منه وشفت عجائبه وبقيت مندهش. الله معنا، كل حاجة يعملها الرب يسوع أبص كده وراجع على العهد القديم وأشوف الأنبياء قالوا إيه واستغرب الله الظهر في الجسد. فبقيت عايش في علاقتي معاه وفي عشرتي معاه المدة دي في اندهاش عجيب جدا، ولكن هذا اندهاش وصل إلى دهشة أكتر لا توصف ولا تعبر. إن وإحنا قاعدين نتعشى، كنا بنتعشى كل ليلة معاه، ولكن في أحد العشاءات عشاء الفصح وإحنا بنتعشى بصيت لقيته بيديني وبيدي كل واحد فينا خبز وقال ده جسدي وخمر وقال ده دمي. وساعتها تناولنا وما فهمناش هو إيه الموضوع، ولكن عرفنا لما قال خبز الذي جسد الذي يقدمه عنكم، فهمنا يوم الجمعة العظيمة انه كان بيتكلم عن جسده المقدم على الصليب. ولما خدنا الروح القدس فهمنا ان اللي تناولناه ما كانش خبز وخمر، لكن فهمنا ان اللي تناولناه هو حياة المسيح نفسه، حياة المسيح نفسه. فالقصة ابتدأت مع متى بالدعوة اتبعني، ومشي في المشوار انه يتبع يسوع في اعماله وفي تعليمه واندهش بيه. ولكن القصة كملت لما اخذ متى الروح القدس وفهم انه الدعوة مش مجرد تبعية واحد لواحد، ولكن الدعوة كانت أعمق من هذا وأكبر من هذا، أنها كانت دعوة للاتحاد، أنه يصير واحد. ما هو لو الرب يسوع راح من أول لحظة قال له متى تعالى أتحد بيك، هيقول يعني أتحد بيك دي تتفهم إزاي؟ أو يا متى تعالى أديك جسد ودمي، يعني إيه تديني جسدك ودمك؟ يعني ما ابتدتش كده، لكن ابتدت بالطاعة لدعوة التبعية، الطاعة لدعوة التبعية، وكملت لما اتحد بالمسيح، واتفهمت لما أخذ الروح القدس، واشتغلت الدعوة بأمتى نفسه اللي مدعو لتبعية الرب يسوع، بقى هو نفسه اللي طلع يكرز ويقول للناس تعالوا تعالوا اتبعوا المسيح، بقى يدعو الناس لدعوة المسيح.
ومتى لغاية النهاردة إنجيله بيدعو الناس لتبعية المسيح. تعالوا يا جماعة، الله ظهر في الجسد، الله جه علشان يعيش معانا، لا مش معانا بس، الله جه علشان يعيش فينا، مش يعيش فينا بس، الله جه علشان يعمل فينا، الله جه علشان أنا وأنت وهو نبقى واحد. الله القدوس يدعو الخاطي. حد فيكو عمل خطية صعبة؟ حد زنى؟ حد اشتهى؟ حد سكر؟ حد قتل؟ حد كره؟ حد اتكبر؟ حد حاسس انه كره نفسه وانه يعني مش طايق نفسه؟ سوري يعني من التعبير، من الوساخة بتاعته. فيكو حد كده؟ ما اعرفش، لكن ممكن كل واحد يحس في لحظات انه شعر هذا الشعور. ولكن صدقني مهما كان هذا الشعور فيك، هذا الشعور كان عند متى، انه حس انه منبوذ من المجتمع وانه من ضمن العشرين. ولكن فوجئ ان الله قدوس القديسين الظاهر في الجسد بيكلمه في شخص ربنا يسوع المسيح، بيقول له اتبعني. الله لا يصر بموت الخاطئ من السماء يرجع ويحيى. ربنا عايزك، عايزك، ربنا عايزك. ربنا بيدور علينا واحنا في الحديد وفي التراب وفي الطين. جه الفريسيين اعترضوا، قالوا ازاي، ازاي ياكل مع العشرين والخطاة؟ ازاي انت بتقولوا ان ده بتاع ربنا؟ ازاي؟ راح ربنا يسوع المسيح قال لهم لا يحتاج الأقوياء إلى طبيب، بل المتألمون. هنا في الترجمة بتقول المتألمون، أو في الترجمة الثانية بل المرضى، لأني لم أدعو الأبرار بل الخطاة إلى التوبة. أبونا يصرخ في القداس في الآخر القدسات للقديسين، مبارك الله الآب ضابط الكل، مبارك ابنه يسوع المسيح، مبارك الروح القدس. نحن بنتكلم على قداسة فائقة، قداسة فائقة. الشعب يرد يقول ايه؟ واحد هو الله القدوس، واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. احنا مصدقين وامنين ان القدسات دي بتاعت الله قدوس القديسين، ونؤمن ان احنا خطاه وضعفاء وما نستحقش اتحاد الله القدوس معانا. بعد ما يقولوا واحد هو الله الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، ابونا يقول ايه؟ عارفين يقول ايه؟ سلام لجماعكم، سلام لجماعكم. المسيح جه، كلمه الله المتجسد جه عشان يعمل سلام ما بين السماء والأرض، ما بين القدوس وبين الخاطئ، عشان يدينا فرصة أنه أدخل بجرأة إلى عرش النعمة وأجد رحمة ونعمة. أحبائي أرجوكم، أرجوكم خدوا الدعوة دي، كل واحد ياخدها لنفسه دلوقتي. اتبعني، اتبعني، خدها لنفسك. قل له يا رب أنا أتبعك، زي ما بنقول في التسبيحة كده، تنقون سخن بينه ترفتن أرهوتي. نتبعك بكل قلوبنا. قل له يا رب أنا هتبعك من دلوقتي بكل قلبي. أنا لو مش قادر أنت قويني. صوتك يا ربي اللي قال لي متى اتبعني، صوتك ده كان زي الصوت اللي راح للعازر وقال له العازر هلم خارجا، نفس الصوت ونفس القوة. اديته قوة انه يترك مكان الجباية ويقوم، هو مش عارف هو هيشتغل ايه بعد كده، ولا هياكل منين، ولا هيعيش ازاي. لكن الصوت اللي قال له اتبعني هو الصوت اللي اداله قوة انه يتبعه. اطلب القوه دي النهارده بروح الله القدوس، لانه دعيك النهارده
وعدتك في القداس النهاردة مش عشان مجرد تتبع وتحفظ وصاياه، لا، علشان هتاخد النهاردة. ده بيقولك اتبعني وأنا كلها كده كم دقيقة هديلك جسدي ودمي، كلها كم دقيقة وهديك حياتي، كلها كم دقيقة وهديلك القوة الإلهية اللي تخليك تعيش مقدس وتخليك أنت واحد معايا. اطلب القوة دي النهاردة، قل له رب أنا بسبحك، أنا بمجدك على العظمة. عشان كده قلت اعترف السماوات بعجائبك، وأنا دلوقتي رب بعترف بعجائبك. صدقوني صدقوني اعتراف قدامكم، أنا بعتبر وجودي ككاهن ده عجوبة. مين أنا؟ مين أنا اللي أقف قدام المذبح؟ ومين أنا اللي يسمح لي أن أنا أخذ جسده ودمه؟ ومين أنا اللي يوافق أن هو يجي يتحد بيا؟ أطلب أطلب النعمة النهاردة، لأن النعمة متاحة ليك ومتاحة لكل واحد فيكم. صوته بيقولك اتبعني، قل له أتبعك بكل قلبي. إذا كنت مش قادر تتبعه قل له خلي صوتك ده، اديني النعمة والقوة اللي في هذا الصوت لكي أتبعك بكل قلبي. يبارك الله على كلمة الله، كل مجدو كرامة لنا إلى الأبد. آمين.